أموت أنا ويحيا وطني، هذا هو شعاره. أبطال قواتنا البواسل، رمز الوطن وحصنه المتين، من مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني، أهلا بكم. الإصابة والاستشهاد فهو شرف ومنا من الله يعني، ولا بكل من سأل الشهادة يحصل عليها. جاني اتصال تقريبا المغرب بأن في معلومات عن أن في خرق للهدنة، طلعنا قوات راجلة وتم تطهير القمة. طبعا أمنيتي إني أرجع عملي، أرجع لزملائي في الجبهة، وفي كثير من زملائي لهم فضل علي. لازم عبد الله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نبغى في البداية نتعرف منك على أدق التفاصيل لهذه الحادثة اللي صرت من خلالها في مواجهة الحد الجنوبي. الحادثة صارت أنها قمة في الربوعة، أن كنا مجموعة حوالي الساعة 5 قبل المغرب، تحركنا مجموعة قوات من الحرس الوطني ووزارة الدفاع، القوات البرية وحرس الحدود. كان معنا مقدم من حرس الحدود، مقدم وزارة الدفاع، وأنا كنت من الحرس الوطني، ومجموعة أفراد من جميع القوات. قوات مشتركة يعني كل قطاعات؟ نعم. طبعا طلعنا قوات راجلة بحكم أن منطقة جبلية، طلعنا قوات راجلة وتم تطهير القمة. القمة كانت في جبل صعب أن توصلها الآليات؟ نعم ما توصلها الآليات ولا السيارات ولا. طلعنا قوات راجلة وتم تطهير القمة، كان في قوات للعرب مقابل لنا في الجبال. الآن تمت إصابتي من قبل القناص. أنتوا بعد ما طهرتوا هالقمة واستعدتوها من جديد؟ نعم. كان في قتلة طبعاً من العدو. نعم، وحنا ما كان في لا مصابين ولا قتلة، الحمد لله. طيب. تمت إصابتي من قبل القناص. بعد ما يعني تمت التطهير. نعم. طبعاً اشتبكنا معهم بالتطهير. كان في ناس وفروا لهم تغطية من قمة ثانية، كان في اشتباك تبادل نيران معهم. تمت إصابتي من قبل القناص. طبعا الإصابة جت في الجنب الأيمن، طلعت من الجنب الأيسر الحمد لله، وتم إسعافي من قبل الزملاء. طبعا لحظة الإصابة مين كان حولك؟ طبعا أول من جاء علي كان أحد أفراد حرس الحدود، وجاني عقبه مقدم حرس الحدود ومقدم وزارة الدفاع. طبعا شالوني واسعفوني للموقع، كان بعيد شوي يعني. وهو في نفس اللحظات هذيك كان فيه كان في اشتباك. نعم. كان في فريق يسعفني، وكان في فريق يحافظ على المنطقة، وكان في فريق يوفر لنا تغطية. انت على طول سقطت يعني؟ كان في دماء، في نزيف؟ اي نعم كان في على طول نزيف، بس كنت في وعي يعني، ما فقدت الوعي يعني. وكنت بعض الأوقات أقدر أمشي يعني، سكوني اثنين وأمشي معهم يعني. وكانت المنطقة وعرة يعني، فشالوني طبعا رغم كبر سنهم المقدمين يعني، فالمنطقة وعرة. ما شاء الله عليك، كان جسمك خفيف يعني. والله خفيف الآن، بس وقتها لا، كان وزني ثقيل يعني الحمد لله. شالوني لأن نزلوني منطقة اللي فيها الطريق وقريبة من الإسعاف، وجابوا الإسعاف وأسعفوني من كم المسافة تقريبا كانت يعني من القمة إلى المنطقة هذه اللي؟ والله ما أدري، بس إنه أقل شيء يعني أكثر من نص ساعة يعني جلسنا يعني.
وهم محمود يعني على كتاب زملاء. نعم أكثر مستعد. لين جاء اللي وصلنا لإسعاف وبعدين الإسعاف من الربوع إلى مستشفى ظهران الجنوب. طبعا أنا كنت في وعي لين دخلت المستشفى يعني، وكان التنسيق تام يعني بين كل القطاعات سواء وزارة الصحة أو الحرس الوطني أو وزارة الدفاع أو الداخلية، التنسيق يكون تام يعني. أما الإصابة والاستشهاد فهو شرف ومنا من الله يعني، ولا بكل من سعى للشهادة يحصل عليها يعني. الوالدة نعم وابنتك فيافي في ذيك اللحظة كنت تفكر فيهم؟ والله أنا أفكر في الوالدة لأن أخوي استشهد الله يرحمه قبلي. الله يتقبل إن شاء الله. الله يجزاك خير. استشهد في 21/8 العام الماضي 1436 بداية الحرب في نجران. في الوالدة يعني صبرت وقتها الحمد لله، وشبه متأثرة. أنا يعني أعرفها، وكل ما لبست بدلتي من البيت ورحت للدوام يعني أشوفها تتأثر وأشوفها. فأنا أول ما فكرت في الوالدة يعني في الوالدة، ولكن يعني الدنيا كذا يعني لا تستكثر على الموت أحد أو شيء، أو وإذا حصلت شهادة فيه شرف ومنة من الله. فبالنسبة لأهلي أو بنتي أو فأنا موكل الله يعني، لهم رب كريم يعني، ما هو اللي خلقهم هو الرازق هو اللي بيحفظهم هو اللي فيعني زي ما ذكرت سمو وزير الحرس يعني ما نستاهل عليها لا شكر ولا منه ولا، هذا واجبنا، هذا دفاع عن وطن ودفاع عن عقيدة ودفاع عن مقدسات ودفاع عن أرض ودفاع عن، لأن هذا لعقيدتهم منحرفة ومعروفين وش قصدهم ومعروفين وش يبغون. فحنا ندافع يعني، وما بحنا وبس يعني، حتى غيرنا لو أتيحت له الفرصة صار مكاننا يعني مدني أو عسكري يعني، ما كل مواطن في المملكة العربية السعودية لو أتيحت له الفرصة جاء مكاننا وقدم زي ما قدمنا وأكثر يعني. لازم عبد الله أبو فيافي، خلينا نتذكر وياك قصة الحادثة، ليلة الحادثة يعني، لو نرجع ليلة الحادثة ويوم الحادثة كيف كانت يعني دقائق يومك، لحظات يومك ذاك اليوم؟ كان يوم الخميس، كنت مسلم، كنت في البيت عند الوالدة. بسكان قريبين من الحج؟ اي نعم، في محافظة الريث. الريث طبعا ساعتين من الريث إلى الربوع يعني تقريبا. ف جاني اتصال تقريبا المغرب بأن في معلومات عن أن في خرق للهدنة من قبل الحوثيين، هم راح يهجمون على زملاء. كنت راح أتحرك، قال لي لا، يعطاني المعلومة. طبعا ما تأكدت المعلومة يعني. الساعة 12 بالليل جاني اتصال لما هجموا على زملائنا، والحمد لله ما كان في مصابين ولا كان في جرحى. أخذت سلاحي وكملت رسمي، سلمت على الوالدة طبعاً كانت نايمة ما تدري، سلمت على أخوي كان هو اللي صاحي ومشيت. طبعاً وصلت قبل الفجر كذا، كانوا جاهزين قوات خاصة الحرس الوطني من القوات البرية للتطهير. المريض عبد الله الريثي وملازم أول مهندس أصيب بشظية أو طلق ناري دخل من الجهة الخلفية وأسفل الظهر وخرج من الأمام. الدكاترة في مستشفى خميس مشيط ما قصروا، عملوا له الإجراء الطارئ جراحيا، والحمد لله وصلنا الحمد لله بأمور مستقرة. احنا أدينا اللي نقدر عليه من عمليات تنظيف وإعادة تشكيل الأمعاء الداخلية، الحمد لله أموره الآن مستقرة. لا تزال هذه مرحلة من أحد المراحل اللي ممكن احنا نقدمها للمريض، من واجبنا كرعاية صحية نوفرها له، وإن شاء الله إن شاء الله نعمل أنه يقوم سالم وربي يحفظ كل جنودنا البواسل. الحمد لله أموري الآن مستقرة وعلى حسن. تتواصل مع زملائك في الجبهة هذه؟ أكيد أكيد طبعاً، أمنيتي أني أرجع عملي، أرجع زملائي في الجبهة، وفي كثير من زملائي لهم فضل علي، بالأخص الزملاء اللي أسعفوني. فأمنيتي والله أني أرجع لهم
واستمر في الجبهة واكون مع زملائي ومع قادتي ومع عملي ومع لازم. عبد الله الحمد لله على السلامة ان شاء الله. الله يسلمك. وان شاء الله باذن الله بطل ان نلتقي فيك ان شاء الله ما بين زملائك وتحقق امنيتك ان شاء الله تعالى وتكون بالسلامة باذن الله. ونشوفك ان شاء الله تعالى في المكان اللي دائم يعني مثلك يكون موجود فيه. الله يطول عمرك. شبابنا وقواتنا الابطال الله يطول عمرك ويبارك فيك. وشاكر لكم المقابله وشاكر لكم الزياره وجهودكم منظوره ومشكوره. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه ويشكركم وانتم كنتم معنا هناك والله يعطيكم العافيه. قصص تستحق أن تروى لأبطالنا العظماء، فصولها التضحية والفداء بالأرواح والدماء. أبطالها هؤلاء العظماء لتنعم بلادنا بالأمن والرخاء. إلى اللقاء. كلنا لجلك جنود، أرواحنا عنك نذود. كلنا لجلك جنود، أرواحنا عنك نذوب. حبك بدمنا جرى يقهر وأغلى ترى. حبك بدمنا جرى يقهر وأغلى ترى. ومهما صعوبك يصير كلنا 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 نفس المصير. الوطن وحبنا يدنا بيد الملك. الوطن وحبنا يدنا بيد الملك.